الكرة لبيرلو تركها جميلة كوندري فيلعب كرة جول ماركيزيو نعم نعم حان الوقت للطليان أن يكسب وإن لم تحصل على فرص كثيرة تعرف طريق المرمى يعرفون كيف يسجلون الطليان يعرفون كيف يصلون جميل الله يا بيرلو الله يا ماركيزيو إيطاليا أولا إنجلترا ثانيا على مستوى النتيجة نقول حتى الآن بهدف ماركيزيو هدف أول لسكوادر أتزورا الأتزوري هدف منتخب الأسود الثلاثة لا شيء جميلة للكول دير بوي رمي عم يسار عرضية جميلة استرج هدف تعادل انجلترا تعود وامازونيا تنفجر واللقاء يشهد اثارة اكبر الله على كرة روني الجولدن بوي جميلة ودانيال بمنتهى الروعة من استرج على جهة الامير كاندريفا مرور جميل كاندريفا عرضية جميلة وخطيرة من راس جميلة كاندري بارديو بولوتيلي عادوا للتقدم مرة أخرى للتألق